عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. بصوا بقى دلوقتي ان شاء الله هعمل معاكم رز بلبن. كلنا بنشتري رز بلبن بتاع المحلات، ومهما يعني مهما عملناه في البيت بيطلع مش زي اللي احنا بنشتريه من بره. فانا ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم دلوقتي، وهيطلع برضو احلى من بتاع المحلات وعلى ضمانتي، وجربوه ان شاء الله هتدعولي. ومعايا مكونين جداد، هو ده بقى اللي هيخليه زي بتاع بره ويمكن كمان احلى. بصوا بقى معايا انا دلوقتي كوباية رز انا غسلها، رز مصري مغسول ومتصفي، ومعايا لتر لبن، ومعايا كوباية لبن تانية كبيرة علشان هدوب فيها باقي المكونات. معايا معلقة نشا اهي، ومعايا سكر. السكر ده انا مش هقوله على مقداره، السكر ده بيبقى حسب رغبتكم. ومعايا هنا 3 معالق كريم شانتيه، ومعايا فانيليا، ومعايا المكونين بقى اللي انا قلت لكم عليهم ده. دي كده معلقتين سحلب، سحلب اللي بنجيبه وبنشربه بنعمله وبنشربه، بس ده المعلقتين دولت هتنخلوهم لان انا مش عايزه المكونات اللي هي الاضافات اللي عليه، انا عايزه بس البودره، البودره بتاعته بس. فهنجيب معلقتين وهننخلهم بالمنخل. وده معايا هنا دي نص معلقه مستكه، والمستكه هنا هي اللي هتخليه بقى تديله المطه الحلوه اللي احنا بنشوفها في المحلات ديت، وان شاء الله تجربوه يعجبكم باذن الله. يلا بقى نشوف هنعمله ازاي. بصوا كده انا جبت حله حطيتها على النار، وحطيت فيها الرز، وحطيت هي كوبايه رز، حطيت قصادها كوبايتين ميه، هسيبه بقى يتسلق في الميه ديت، وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعد كده. بصوا كده اهو الرز بعد ما انا حطيت عليه الميه وسلقته، اهو اتسلق وكده هو استوى. هبتدي بقى احط عليه لتر اللبن بتاعي اهو، تمام خلاص كده هقلبه. معلش انا بشتغل بايد وبصور بايد التانية لو التليفون بس بيتهز مني. هفضل بقى ايدي فيه كده، ما سيبهوش خالص عشان ما يتلسعش مني، بالذات كمان انا بعمل في حله استانلس فممكن يتلسع مني. هبتدي بقى اقلب فيه كده، ايدي فيه على طول. هحط بقى دلوقتي مع المستكه، عشان المستكه بتاخد وقت عشان تدوب. هروح اجيب المستكه وهحطها. قلبتهم كويس اهو، قلب تاني، وبرده هحط السكر دلوقتي. السكر حطيته ومحطيتش الكمية كلها، حطيت شوية بس منها وهدوقه، وبعدين لو محتاج هزود، مش محتاج خلاص. هو كده خلاص كده استوى وكله تمام. هحط بقى نقطتين فانيليا، يعني حوالي معلقه صغيره، ما نكترش عشان بيمرر. كمان الفانيليا السائله دي غير البودر دي طعمها اعلى. خلاص كده هو كده خلاص. انا دقت السكر لقيته محتاج سكر فزودته، عشان كده بقول لكم يعني السكر ده حسب رغبتكم انتوا. تمام انا كده هطفي بقى عليه واحطه في الكاسات واجي اوريه لكم. اجي اهو رجعت لكم بعد ما عبيت الرز بلبن في الكاسات، وعملت 2 في الفرن حطيتهم تحت الشوايه. انا عامله 2 بس عشان احنا بنفضل الساقع عن السخن، بس انا حبيت اعمل النوعين عشان اوريه لكم. جميل اهو ما شاء الله، وحط عليه مكسرات. انتوا ممكن تحطوا اي حاجه عليه، ممكن تحطوا ايس كريم او صوص شوكولاته او صوص كراميل، اي حاجه بتمشي معاه. جميل جدا وطعمه حلو قوي، ان شاء الله تجربوه هيعجبكم. ما تنسوش بقى السبسكرايب ولايك.
وشير ودعوة حلوة كده لمطبخ أوشي. وجزاكم الله كل خير، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية على خير، والسلام عليكم.